ومن أخطاء الأزواج قلة الاعتداد بالتجمل للزوجة، فقل من الأزواج من يعتد بالتجمل لزوجته، وكثيرا ما تعاني الزوجات من ذلك الإهمال، فمنهن من تصرح بذلك وتبحث لها عن جواب، ومنهن من تكتم أمرها وتنطوي به على نفسها، ومنهن من يقودها قصور علمها إلى التشكيك في عدالة الدين وفي موقفه من المرأة، وربما يدعم هذا الخاطر ما يبثه المغرضون من مدعي نصرة المرأة، والحقيقة أن الدين براء من تبعات المنتسبين إليه، فالعيب ليس في الدين، وإنما هو في من يقصر في إدراك حكمته أو العمل بما جاء به. فالنساء يسمعن كثيراً أحاديث الطاعة للزوج ووجوب التزين له، حتى خيل لبعضهن أن الإسلام لا يلزم الزوج بشيء نحو زوجته سوى الإنفاق عليها، وقليل من الناس من يتطرق لواجبات الزوج المعنوية نحو زوجته، وفي مقدمة تلك الواجبات التجمل لها والظهور أمامها بالمظهر اللائق. ولهذا تجد من الرجال من لا يعنى بمظهره ونظافته وتطيبه إلا إذا أراد الخروج من المنزل أو حضور المناسبات، فلا يكون نصيب الزوجة من ذلك سوى رؤيته وهو على تلك الحال، فهو يظن أنه غير ملزم لزوجته بشيء من هذا، فإذا ما قصرت هي في التجمل له حاسبها حسابا عسيرا. ولهذا لا يبالي بأن يكون في المنزل على هيئة رثة، أو أن يكون بثياب العمل، أو أن يأتي ورائحته تفوح بالعرق أو الدخان، ولا ريب أن هذا تقصير في حق الزوجة، ذلك أن من حقوقها على زوجها أن يتزين لها كما تتزين له. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.